مثل ما قلت لك نشاطي كان مع عائلتي الترجي ومع جمعيتي الترجي. احنا جينا موضوع الترجي. انا حبيت بالنسبه للسياسه باش نطمنك، انا راني ما عندي شي رغبه. ما عندكش رغبه؟ لا باش نعمل حزب سياسي ولا باش ننتمي لحزب سياسي. السبب او الاسباب هي واضحه وبسيطه. انا قولوا لي عندك شعبيه، شعبيتي متاتيه من الرياضه ومن احباء الترجي. احباء الترجي فيهم النهضاوي وفيهم الندائي وفيهم الدستوري وفيهم التجمعي وفيهم الجبهاوي وفيهم كل نعرفه. باش نخيب امالهم ان انا باش نولي ننتمي الى حزب معين. فانطمن الناس كل لوني يبقى احمر واصفر ما يتبدلش. من هنا لقيام نوح. لوني يبقى احمر واصفر. نجمش نقفز على شخصية سليم شيبوب الرياضية. أنت متهم في الأوساط الرياضية. أنت زادة باش تتهمني سي سلاح، راه تهموني قبل وتهموني بعد وأنت تواصل الاتهام. لا احنا لا، يعني الأوساط الرياضية تتحدث على أن سليم شيبوب استعمل الرياضة من أجل الوصول إلى تدعيم دوره السياسي. أبدا لا كان عندي دور سياسي ولا دعمت ولا شركت الترجي مرة في تظاهرة سياسية ولا مرة. حتى الصور اللي خرجوها وقالوا الكلام نفس الكلام اللي قاعد تقول فيه انت كانت صور بعد خروجي انا من الترجي. ما جابوش حتى صورة فيها الترجي موجود في نشاط سياسي. اللي فايت التجمع وما نلومش الناس اللي بعدي انا شاركوا، لانه ما جابش يقولوا لا. انا نجم اقول لا، هما ما نجموش وما نلومهمش. انا حبيت نسالك الحقيقه، لو انت تدافع على روحك هذا امر طبيعي في مجال الميدان الرياضي، لكن برشا ناس يقولوا بانه سي سليم كان منحاز للترجي الرياضي بالكامل على حساب بقيه الانديه، وكان يستعمل كل الوسائل باش تكون الترجي هي الاولى على حساب بقيه النوادي، وبالتالي في عوض يطور المجال الرياضي اخلق مشكل كبير على مستوى سوء اداره العلاقه مع الوسط الرياضي والنوادي. السؤال هذا جاوبت عليه 20 مره نزاود ميساج عاود جاوب 21. انا ندافع على مصالح الترجي، ودفعنا بالرياضه التونسيه الى اعلى مستوى. الاحتكاك اللي كان موجود بين الترجي وبين النادي الافريقي والنجم والنادي الصفاقسي وكل الانديه، تونس عرفت معناها فترة زاهية قد لا تتكرر قبل 100 سنة، والنتائج موجودة. تنجموا تقولوا اللي تحبوا انتوما، تنجموا تقولوا أن الأرقام اللي كانت مستعملة في تونس حول البطالة ولا حول التضخم كلها مفتعلة، لكن نتائج الرياضة ملموسة. شوف قداش مرة مشينا لكأس العالم، شوف قداش مرة خذينا بطولة أفريقيا في اليد، في الكرة الطائرة، في الألعاب الفردية، في النوادي، ما خلينا حتى شيء. فبالتالي الاحتكاك هدايا وجود الترجي في أعلى مستوى مع النوادي الأخرى أعطى حجم كبير لتونس، معناها قدام دول تفوقنا في الإمكانيات وتفوقنا في العدد وتفوقنا في التجربة. معناها يعني ما ثمش حتى مرة لقيت نفسك تظلم نوادي أخرى لحساب الترجي الرياضي؟ ما أنا مش نظلم، أنا يعني أنا ولد بسيوقة نحب الترجي الرياضي، لكن عمليا وجودك على رأس الترجي الرياضي وأنت بشخصيتك وبقربك من الرئيس السابق، وما ما لقيتش نفسك ظلمت فرق أخرى؟ أنا رياضي ولعبت رياضة، ما نحبش الظلم، ما نحبش نظلم الناس، ما نحبش يكون يظلمني. توا انا خرجت من الترجي في 2004. يبدو انه مشى من بال الناس شو اللي كان صاير انا ذاك. الكلام هذا قالوه في الترجي، بنيت فريق مش نهار الاولاني انا. خذيت نتائج بالترجي راني يعني خدمت. 90 91 89 92 93 94 عملنا فريق كبير، و96 عملنا فريق كبير. اذا كون عندي انا في الفريق نتاعي مثلا نسمي لك على سبيل الذكر لا الحصر شكري الواعر ومالي طولي وعبد القادر بالحسن والمحجوبي وطارق ثابت والمرحوم الهادي بالرخيصه والحمروني والكنزاري والقابسي وميقي، ونزيد نظلم الناس. علاش نعمل في هذا الكل؟ وعلاش الاستثمار هذا الكل؟ وعلاش العمل المضني؟ باش اذا عندي قدره انا باش نظلم ونعمل فريق صغير ونربح به مهما كانت التكاليف. هذا ما صارش. لكن الكلام هذايا
نظرا لموقع الاجتماعي تقال. مباريات الكبيرة اللي تخطر لك في بالك كلها لعبناها بحكم أجنبي. المرة الوحيدة اللي لعبنا بحكم تونسي خسرنا. المرة الوحيدة اللي لعبنا بحكم تونسي خسرنا. ما قلتش أنا راهو ظلموني. بعد مدة قالوا تم يجيبوا في الحكام الإيطاليين خاطر عنده علاقة في إيطاليا. ولا شرط حكم أجنبي على أن لا يكون إيطالي ومشينا وفزنا. وفزنا معناها في إفريقيا. ثلاثة ألقاب إفريقية وبزوز ألقاب عربية وبقارب وبلقب أفرو آسيوي. مع ذلك تلقى ديما الناس تتكلم لأنه سهل الكلام بين العمل والكلام. الناس ربما يفضلوا الكلام. بعد الثورة ما تحولت الكاميرات مشاو للمدر للحكام قالوا توا الثورة قولوا لنا شكون كان يدخل. ماذا بيه لو كانت عديوا السيكونس هذه كان ثم حكم قال سليم شيبوب رهبنا ولا طلب منا. تو تسمع شكون تدخل شكون ما تدخلش. رئيس الجامعة جيبوا رئيس جامعة يقول سليم شيبوب كنت تدخل ساعة لساعة والله ضد مصلحة الطريق. هوك سيد روف النجار موجود وهوك يقولوا لي يا فلان راه صار كذا وكذا. قلت فضلوا ما يعنينيش. سي خالد سانشو تكلم وقال شكون تدخل لفريق معين رئيس الدولة بنفسه. ما قالوش رئيس الدولة تدخل للترجي الرياضي التونسي. احنا في غنى عن هذا. احنا فريق عندنا ثقافة الانتصار. ولكن وقت اللي نخسره نعرفوا نبنيه نجاحات بكل من 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 وراء الهزيمة هذه. في السياق هذا يعني انت شنو تقييمك الان لوضع فريق الترجي الرياضي بعد الهزيمة الأخيرة وخروجه من السياق الأفريقي؟ لاباس علينا الحمد لله. الترجي بخير. الترجي بخير. والهزيمة ما تنجم تزيدنا كان حب. وقت اللي واحد أمه تمرض يمشي لها ويواسيها ويبوسها ويزيد يحبها أكثر. احنا جمعيتنا كي تتألم نزيدوا نحبوها. وكل المرأة هذيك اللي مكهبة على 100 سنة واللي كل يوم تجاعيد الوجه متاعها يزيدها بهاوة ويزيدها جمال. احنا ما نجمو كان نزيدوا نحبوها. والترجي بين أيادي يمينة. والهزيمة هذه ما هيش باش تنقص من قيمة حمدي المدب في التسيير. عندنا فريق صغير ناقص خبرة لكن الترجي على السكة صحيح وبين أيادي أمينة ونرفضه باش تعثر أو هزيمة تغير معناها في علاقتنا برئيسنا ولا علاقتنا بجمعيتنا. طيب إذا كان هذا يتعلق بالترجي الرياضي وبالنسبة للوضع الرياضي في تونس ككل. الوضع الرياضي في تونس يختلف على وضع الترجي. يختلف تماما. أول حاجة أنا نحب بالمناسبة نشكر رؤساء الأندية الكل اللي خدموا في الظرف هذا بعد الثورة. بعد ما المؤسسات متاع الدولة ضعفت مع التهديدات اللي موجودة والإرهاب وقلة الموارد المادية اللي خدموا لنا الرياضة. خاطر الرياضة متاعنا احنا من تحت حد متاع الناس اللي لعبوا متاع الناس اللي سيروا متاع الناس اللي سهروا باش معناها الرياضة التونسية تكون في أعلى مستوى. هذوما نشكرهم فردا على ما قاموا به. خاطر الناس ما تعرفش مدى جسامة العمل الرياضي والتسيير الرياضي. خاصة احنا كنا محميين وقت اللي كنا نخدموا. الإعلام كان رد باله علينا. الأمن كان رد باله علينا. الناس هذوما ما عندهم حتى حماية لا من الأمن ولا من الإعلام. فبالتالي أنا نحب نحييهم. يبقى أني بكل لطف نحب نلفت انتباه السلطات جامعة ووزارة الإشراف على غول العنف اللي قاعد يستفحل في الملاعب. هذا يردوا بالنا منه يذكرني في الفترة ما قبل سقوط نظامنا. يعني ترى أنه مؤشر ممكن تكون عنده تداعيات سياسية؟ نعم مؤشر العنف
لأن قاعدين نزجوا بالأمن في محرقة هو مش طالبها. طيب كل أسبوع تم صدام بين الأمن وبين الجمهور متاعنا، هذا يعفن الأجواء الاجتماعية في البلاد. السبب وحسب رأيك شو السبب؟ السبب يعني تراكم، ثم معنا ثم غياب رؤية، ثم أزمة أزمة ثم تراكم تاع مشاكل، ثم تراكم تاع مشاكل أدت لوضعية معناها متعفنة. يلزمنا من الآن ناخذ قرارات باش نرجع الثقة بين المواطن وبين الأمن، باش يمشي المواطن للملعب بدون معناها ما يفكر وأنه يمر للعنف، باش الأمن يتعامل مع المتفرجين بأكثر لطف، فهمتني؟ والمؤسسة الأمنية معناها ذاقت الويلات قبل سقوط النظام وبعد، والناس هذوما معناها يخدموا في مصلحة البلاد في نهاية الأمر. طيب على ذكر العنف، وإحنا أنت قربنا من نهاية الحديث، أنا التقيت بناس من باشا وذكروني بالأحداث اللي وقعت قبل ما بين الترجي وجمهور باجة والمأساة اللي حصلت في ذلك العنف، واضطروا أنهم يدفنوا موتاهم معناها بشيء من السر وفي ظروف معناها استثنائية. مش صحيح. وين مسؤولية سليم شيبوب؟ مش هو مسؤولية سليم شيبوب، مش مسؤولية. هذا السؤال يتعاود العشرين ونعاودوا الواحد والعشرين، وكأنه اللي يطرح في السؤال ديما شخص واحد. ما عنديش علاقة بهالشخص هذا. ما يهمش. اللي صار في باجة أهالي باجة شافوه وجمهورنا شافوه. كان سوء تنظيم في مباراة كأس. أنا كنت موجود على بنك الاحتياط، هذاك مكاني، ما عنديش مكان ثاني. الـ 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 الأمن، القيادة الأمنية اللي كانت موجودة صار لها توعك صحي وهزوا المستشفى. جاءوا للمدرجات الجديدة وشانتي وحجر وكذا، وحطوا جمهور الترجي والجمهور الأولمبي فرد مدرجات اللي تو ما عادش تو يقسموا. صار معناه صارت مناوشات وبدات ضرب بالقوارير وكذا، وبعد صار ضرب بالحجر. فكل الموفمون دو فول اللي صار ثم زوز ولا ثلاثة من الناس نسيت العدد نتاعهم معناها توفاوا بالعفس فيما بينهم. وثم ناس أصيبوا بالحجارة من جمهور الترجي ومن جمهور باجة، صار تبادل. وقت اللي احنا وصلنا لتونس سمعنا أن الأمن أطلق النار على الجمهور، حتى الغاز المسيل للدموع ما كانش موجود، ما صارش. يعني اللي ماتوا ماتوا تحت الرفس بدون شك. بل الأمن، ولا اقتل الأمن اقتل يا رسول الله. ومن غدوة عملت ندوة صحفية أنا ورئيس باجة في فندق أبو نواس، لأن قناة تلفزية قالت اطلاق النار وما خلونيش نتكلم. جاءت تعليمات قالوا لا مش لازم يعمل، لا قلت مش معقول تهم معناها تكال النظام وكذا، ومن كان ينظر للإعلام في تونس قال والله فاش قام، لا قام قام وقعد. ومشيت وعملت معناها لقاء صحفي وفسرنا الوضع. وباهي يا سيدي الاطلاق النار هذا اللي جاء من الامن، حتى لو كان يا اخي شنو انا مسؤوليتي فيه؟ مع العلم ان الامن ما تدخلش. كانوا ثم نجيب لك الصور، كانوا ثم ستة ولا سبعة عوان هما يفرقوا بين جمهور الترجي وكذا. وقت اللي بدا تراشق بالحجارة انسحبوا، ما ثماش قيادة، ثم اشرطة موجودة عند الامن، عند الشرطة الفنية. الامن عمره ما اطلق النار، عمره ما تدخل اصلا، وعمره ما ضرب وعمره ما عنف. هذه معناها جمهور فيما بينه. سؤالي الأخير.